قلت كان بمناسبة مروري في برنامج حديث الصحافة اللي تتبث على القناة الثانية، وبناء وخلال هذا البرنامج طالبت بفتح حوار جدي ونقاش في موضوع الإرث نظرا لكثير من المتغيرات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع والتي تلزمنا بضرورة فتح حوار مع كل فاعل في الموضوع وذوي الصلة به. وهذا أثار ردود أفعال متشنجة ومتوفرة من عدة أطراف وعدة أسماء لم يرقهم هذا الأمر. نعم، وبالنسبة لأستاذ الموضوع الإرث يعني فهناك يعني آية قرآنية وكاين زمن يعني يوضح يعني مسألة الإرث والتقسيم ديالو، يعني فكيفاش أنتم كتشوفوا أن يعني هذه هي الآية القرآنية التي تجاوز الوحيدة التي تجاوزها الناس بسبب تغير الظروف؟ حتى آيات القتال وآيات الجهاد هي آيات قرآنية وصريحة، لما لا نقوم اليوم بمقاتلة ومجاهدة الكفار كما هو موجود في القرآن؟ آيات ملك اليمين والرقاب والعبيد والكل أيضا موجودة في القرآن، لما لا نقوم اليوم بسبي المخالفين والكفار ونطبق عليهم هذه الآيات؟ من هذا هو الغلط الواقع في هذه القضية، وهو اعتبار أن كل ما الأحكام التي في النصوص القرآنية غير قابلة للتغيير إذا تغيرت عللها وتغيرت سياقتها، بينما الصحابة بأنفسهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين غيروا كثيرا من الأحكام المنصوصة بشكل واضح في القرآن ولم يجدوا حرجا في ذلك، لأنهم رأوا أن هذه النصوص هي متعلقة بالسياق الاجتماعي الذي كان حاصلا في ذلك الوقت. عمر بن الخطاب ألغى سهم المؤلف قلوبهم وأوقف حد السرقة وغير قسمة الغنيمة على الشكل المذكور في القرآن بشكل صريح جدا كما هو في الإرث، ولم يجد ووافقه الجميع على ذلك لأنهم رأوا أن السياق الذي نزلت فيه تلك الآيات وأسباب النزول قد تغيرت اليوم. وبالتالي هذا التحرز الكبير من التعامل مع النص القرآني بهذا الشكل هو الذي خلق مثل هذه الإشكالات. نعم، ولكن القرآن هو يعتبر دستور أستاذ. القرآن هو دستور كقيم كمثل كمنهجية. القرآن الأحكام التي جاء بها القرآن في الإرث هي أحكام ثورية في عصرها وثورية في وقتها وفي سياقها. يريد القرآن أن يعلمنا أنه لا بد لنا من أن نرقي هذه التشريعات، وأن لأن القرآن قام بعملية نقل المرأة من عدم الإرث ومن كونها تورث إلى كونها ترث النسل ليفتح لنا باب التفكير في المنهجية التي نتعامل بها مع التشريعات المؤثرة للعلاقات البشرية، وذلك بترقيتها لما هو متوافق مع السياق المجتمعي وما يحقق القيم الكبرى كالعدل وغيره.